نعم نعم الله عليك، عايزة أتكلم معاك كلمتين. بعدين بعدين. وبعدين ده إمتى إن شاء الله؟ لما فوق هبقى أكلمك تبقي تكلميني تقولي أنت عايزة إيه. طب يا ريت بقى تفوق بسرعة علشان بلح عايز يفهم إيه اللي حصل إمبارح بالظبط. نفسه يخرج. تقصدي ايه؟ يعني عيب عليك اعمل كل ده علشانك وهلل وخلي اللي ما يشتري يتفرج على بلحه وانت تعمل معايا كده؟ بقولك يا فريال هاتي من الاخر، انا ما بحبش العوق ولا انا وحياتك لا بحب العوج ولا الحل المايل. يعني هو ايه اللي يعني؟ هو احنا نقول تور تقول احلبوه؟ طب يا ستي اللي عايزه تحليب الطور انت ينفع تعملي انت بتعمليه ده؟ نعمل ايه بقى طالما طور في ساقيه مغمى عينيه وعمال يلف حوالين نفسه؟ نشيل من على عينيه الغمه. حاولت وحياتك حاولت، بس نعمل ايه بقى؟ الظاهر الطور متعلق في الاحبال الدايبه. يا بنت بنت خالي، بقول لك بنت خالي ما تفهميش. انا ماليش دعوه بنت خالك بنت عمك، انا ليا دعوه باللي بشوفه قدام عيني. يعني اعمل ايه يعني؟ ابوهم ميت ينفع انا ما اقفش جنبيهم؟ ها الناس تقول عليا ايه؟ ياكلوا وشي يقولوا عليا عيل صغير. يا لهوي معقوله يا حبيبي يقولوا عليك كده وانا موجوده؟ فشر، ده انا كنت قطعت لسانهم. ده انا اللي هقطع خبرك ان هقطع. ايه انا مش معديه؟ انت يا وليه انا اسمك سمينه وما تحط صوتك يا ست جمالات، ما تحط صوتك ما يصحش كده. ياما الفضايح اللي انت بتعملها لي دي. اسم الله. وبعد من السلم فيها فضايح؟ اوعي انت يا سلانه. بقول لك ايه؟ خدي ابنك يلا وغوره، يا مش ناقصاكوا، ما انتش قاعده فيها النهارده. هي هبت يا جمالات ولا ايه؟ مالك يا اختي طلعتينا زي الباجور كده ليه؟ باجور يولع فيك انت وابنك. ما يصحش كده يا ست جمالات، وطي صوتك، بتشتمي لنا الام واحنا واقفين. اسم الله يا اخويا. يصح وما يصحش، وانت انت اللي عاملها حبيب وشغال لي كمانجات، وامك اللي عماله تسفه من البنت شمال ويمين وتقول لي ما يصحش. بقول لك ايه؟ لم الدنيا بقى علشان انا هموت لك نفسي دلوقتي. اقسم بالله انا هموتك انت وهو وامه. زمان بقول لك انت باين عليكي نفسك تسمعني من اخيار. بقول لك انت نسيت سيده ولا ايه؟ لا هفكرك. خلاص خلاص يا ست جمالات، حقك عليا انا، حقك عليا، خلاص خلاص الموضوع. ليه بالدور؟ مش هلمه، هتمشوا من هنا يعني، هتمشوا من هنا، ما انتش قاعده فيها النهارده. اعلى مفخله تركبيه يا حلوه، انا قاعده بايجاري، بدفع لك كل شهر ايجار، اما نشوف هتعملي ايه. ماشي يا ست سيده، انا هوريكي ستك سيده. ايوه يا اما خلاص ما قلتك ست سيده، هتقولي كده تاني. ماشي يا ست سيده، انا بقول لك يا فريال خد امك وطوعيها بقى، مش فضايح عليك وعلى امك. انا طلعلها اقسم بالله ما هسيبها النهارده. اوعي اوعي بلاش بهدله وقله ادب. انت ما بتنفعش كمان. اوعي انا هوريك يعني. لا اقفل خلاص خلاص يا ست. يا ماشي ماشي ماشي، ما انتش قاعده فيها النهارده خلاص. همشي همشي. انا ما عشتش معاك كتير، حتى كل المرات اللي شفته فيها في حياتي تتعد. مش عارفه انا حاسه بايه بالظبط دلوقتي، حاسه زي ما يكون في حاجه جوايا نقصت مره واحده، بس انا ما اعرفش هي ايه. عادي ايتم، مش عارف، انا شايف ان ده شعور طبيعي. لا بس انا عمري ما تخيلت ان انك ايه. مش عايزة تكملي؟ عمري ما تخيلت اني ممكن ازعل عليه او احس اني مفتقداه، بس مش عارفة ايه اللي حصل لي. اول ما سمعت الخبر حسيت اني مش انا، حسيت اني واحدة تانية. ندمت قوي، حسيت اني كان نفسي على الاقل اقعد معاه شوية اكتر لما جالي آخر مرة. برضو عادي، زي ما بقولك ده شعور طبيعي جدا. هو أنا وحشة؟ عايز رأيي؟ يا ريت. أنت مظلومة، هي دي الحقيقة صدقيني.
انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل. مامتك وباباكي هما المسؤولين عن كل حاجه. ايوه بس انا حاسه بالذنب قوي. احساسك ده اللي يخليني اقول انك انت انسانه كويسه. تقصد ايه؟ افهم. انت مش ملاحظ ان انت بقيت بايخ شويه؟ يا سلام، بقيت بايخ عشان عايز افهم. تفهم ايه؟ ما كل حاجه واضحه قدام عينيك. البنت بتقابله عشان في شغل، ولا انت ناسي الاتفاق اللي تم بين الشركتين؟ لا ما نسيتش الاتفاق، بس المقابلات تبقى خارج الشركه. سمير كلامك ريحته مش عجباني. تصرفاتك انت وبنتك اللي بقت تنرفز. بقول لك ايه يا حبيبي، ما دام تصرفاتي انا وبنتي بقت تنرفزك قوي كده، ايه اللي غصبك؟ كل واحد يروح لحاله. يا سلام، هي بقت كده؟ ايوه كده يا سمير. وانا ما عنديش مانع كده برضو يا حبيبي. ما كنتش متخيله ان انت تقول كده بعد العشره دي كلها، بس انا عايزه افكرك بحاجه صغنونه قد كده. من الشركة حبيبي انت مالكش فيها حاجة. وانت يظهر مش واخدة بالك ان الشركة دي بعمرك. حبيبي انا ما عنديش مشكلة، بس الشركة باسمي. تظهر انك ناسية انك ماضية شيكات على بياض. بيني وبينك المحكمة، اموت انا في المحكمة. حط الرقم اللي نفسك فيه وعلى ما تحكم بقى، ما انت عارف المحاكم عمر يمين يعيش. مشكلتك يا سمسم ان انت بتنسى، احنا ملناش غير بعض. فلوسنا مع بعض وحياتنا مع بعض وكل حاجه مع بعض يا حبيبي. معلش انا ما اقصدش، يعني انا كنت. خلاص يا حبيبي خلاص، ما تزعلش. انا حاسه ان انت متضايق ومخنوق عشان انت بقيت عرف، وايتن بنتي بقت الكل في الكل في الشركه، وهي اللي دايراها. هي على فكرة مش ذنبها، هي بنت اليومين دول عارفة البنات عايزين ايه والناس عايزين ايه، وبتنزل الحاجة اللي في السوق اللي تقش. إذا كان على ابنك ما تقلقش. طيب وسامح؟ كبري لحد ما نلم السوق في عبال جديدة دي يا مركبنا كبير. ايه ده يا حبيبي، انا شايفاك متوتر كده، انت لازم تفضفض لي. باين انا عايزه اقول لك على حاجه يا حبيبي. حد برضه يقول لمراته حبيبته اللي ستر وغطى عليه انت منرفزاني؟ وده بره اللي بينا يا حبيبي. متشكرة قوي. بتطلع تشرب أي حاجة؟ لا لا معلش، خليها مرة تانية. أنا بجد مش عارفة أقول لك يا مروان، متشكرة جدا على اهتمامك بيا. ما جتش من أيتن تتصل حتى تطمن أنا وصلت ولا ما وصلتش. معلش، أنا تحت أمرك في أي وقت. متشكرة، أنا إذنك. بتمشي تشحتي في الشوارع؟ أنا بشتغل شغلانة كويسة على فكرة. شغلانة إيه؟ بتنزلي تلفي على القهاوي والمتروهات وتنادي على البضاعة اللي معاكي؟ بتقولي لهم إيه؟ أختك عندها السرطان وأبوكي مش لاقي ياكل؟ وليه ما تقوليش إني بحلي البضاعة اللي معايا والناس فعلا بتشتري وبكسب يا ستي؟ حرام عليكم، حرام عليكم، هتموتوني. واحدة ماشية على حل شعرها ولسه ما رجعتش لغاية دلوقتي، والتانية بتشحط في الشارع. أنا ما بشحطش يا كاميليا، أنا بشتغل شغلانة بحبها ومش هسيبها. ميرا فين؟ وناش عرفني. إيه اللي شعرفني؟ أمال مين اللي يعرف؟ أهي طالعة، كانت جاية مع مروان ابن جوز أمها. الله الله، كل واحدة بتطق في دماغها حاجة بتعملها. شرفني يا هاني. أنت كنت فين يا حلوة؟ أنت كنت فين؟ في إيه يا كاميليا مالك؟ إيه اللي في إيه؟ الواد مروان ده بيوصلك ليه؟ مش جه مره قبل كده وقلنا خلصت؟ ولا هي سيره؟ بقول لك ايه؟ لو عايزه ترجعي تعيشي عند امك يلا بالسلامه، انا ما عنديش مانع.
مفيش نزول من البيت ده، والشغلانه الزباله بتاعتك دي مش هتحصل تاني. لا يا كاميليا مش هسيبها. كملت صوتكم عالي ليه كده؟ اموت وافهم انا شغلانه ايه اللي بننزل لها بهدوم ونرجع بهدوم؟ اصل مفيش غير شغلانه واحده. اوعي تغلطي يا كاميليا. لا يا حبيبتي انا هغلط. اهدي يا كاميليا مش كده. مش هغلط. وكل واحده في البيت ده لازم تفهم انه تحت امري انا، ومفيش دخول ولا خروج من البيت غير بامري انا. ليه ان شاء الله؟ هتربينا من اول وجديد؟ اه هربيكم من اول وجديد. يا كاميليا التفاهم مش بالشكل ده. مفيش تفاهم. واللي هقوله هو اللي هيمشي. والكلام ده على مين بقى ان شاء الله؟ على الكل. وانا مش موافقه. انا ما بعملش حاجه غلط. هتنفذي غصب عنك. مش هنفذ يا كاميليا. اوعي قسما بالله العظيم لو ما اديت ايدك عليا تانية يا كاميليا ما هسيبك في حالك. تعالي انا عايزاكي. نعم. انت غلطانه يا كاميليا، العصبيه مش كويسه. وبعدين بابا الله يرحمه عمره ما زعق لواحده فينا، وعمره ما قال كلمه وحشه. لما كانت تبقى في حاجه مضايقاه كان بيقولها وهو بيضحك. حتى ما ينفعش تيجي في يوم وليله وتغيري كل ده. يعني انت عاجبك اللي حصل؟ وبعدين دول لازم يعرفوا ان الموضوع ما بقاش سايق. المهم انا هرجع الشبكه لرامي. لا، هو اللي طلع مش راجل، وهو اللي ما التزمش بكلامه معاكي، يبقى ملوش حاجه عندنا. الاصول بتقول كده. انا النهارده رميت الدبله في وشه، وانا مش عايزه اي حاجه منه. يغور هو وشبكته، مش عايزه اي حاجه تفكرني بيه. خلاص ولا يهم. أنا كنت طول عمري بقول بتحب في إيه ده؟ ناشف ومقدد وغريب. عندك حق، العيب فيه مش أنا. أيوة، هاتي اللي فيها حبيبتي. اللي عندك ده أنت مالكيش ذنب فيه، أكيد ربنا له حكمة. إيه حكمته يا كملي؟ إيه هي؟ أنا عايز أعرفها. انت فاهمه قد ايه انا ببقى نفسي انزل من البيت اتمشى واقعد في اي حته، بس بخاف ان الحاله تجيلي. بكره نظره الشفقه في عيون الناس لما ببقى فوق، بكرهها. هتخفي وهتبقي زي الفل. هتخفي ايه بس؟ انت عارفه انا بقالي قد ايه بتعالج. بصي انا مش عايزه اشغل بالك باي حاجه، وانا كمان احاول ان انا ما اشغلش بالي. بس عايزه اقول لك على حاجه واحده. من كلام عم جمال النهارده انا شايفه ان احنا كلنا لازم نشتغل. خفي عن البنات شويه، انت مش عارفه بكره في ايه. مش هتقرف. زهقت قرف، كله قرف. في ايه يا مروه؟ مالك؟ زهقت، زهقت يا اميره وخلاص. ما بقتش طايقه نفسي، مش لاقي حاجه كويسه اروح بيها الشغل. كل الحاجات اللي في الدولاب زي الزفت وعره، ونص هدومي بستلفها من صحابي. خلاص يا ستي، استني لما تقبضي وهاتي اللي نفسك فيه. لا يا شيخه، هما بقى يستنوني لحد ما اقبض. يا حبيبتي انا بشتغل في شركه ازياء، يعني انا واجهه للشركه دي، واللي داخل واللي خارج بيتفرجوا عليا، وانا نفسي زي ما انت شايفه. خلاص خدي من عندهم واخر الشهر اديهم فلوسهم. لا والله، اخد من عندهم على الحساب، يقولوا عليا ان انا مش لاقي اكل. يا سلام، طب ما هي دي الحقيقة، ما احنا فعلا يا بنتي مش لاقيين ناكل. لا انت مش طبيعية بجد، انت والله العظيم ما طبيعية يا ميرا، واسكتي احسن عشان هترفعي لي ضغطي. ميرا ما تزعليش والنبي مني، انا بس متعصبة شوية، اعصابي بايظة. بقولك ايه يا ميرا؟ انا عايزة اسألك سؤال بس، ورحمة ابوكي ما تفهميني غلط. اسألي. ايه؟ عايشة هنا ليه؟ عاجبك ايه في الفقر؟ انت ليه دلوقتي مش مع امك الست زينب هانم؟ دي هانم، وانا واثقه ومتاكده ان هي قالت لك مليون مره يا حبيبتي تعالي عيشي معايا. قالت لي طبعا. اه قالت لي طبعا، بس انت عاجبك الفقر، خليكي يا حبيبتي قاعده في الفقر.
اسيبكم يعني مروه؟ لا يا حبيبتي خليكي منوره الحاره. عارفه يا مروه، قبل ما بابا يموت بيوم كنت بفكر اقول له ان انا همشي، مش عشان انا مش عايزه اقعد معاكوا، لا عشان اشيل من على كتفه هني شويه، بس انا لو عملت كده دلوقتي وسبتكم هبقى بجد ندله. عارفه بقى انا لو منك اقسم بالله استندل من اول يوم. تعالي عايزه اسالك على حاجه. اقعدي لي كده قولي لي بقى، الواد ابن جوز امك ايه؟ قصدك مين؟ مروان؟ مروان شهم ولطيف، واخد باله منك، مرضاش يخليكي تروحي لوحدك. ايه بقى؟ والله يا مروه انا ما توقعتش منه كده خالص. طب ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي طب ايه؟ يعني انتي مش عايزه تروحي لزينب هانم، ياخدك هو. مروه وانتي مالك مهتميه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ يعني يا حبيبتي يعني اصل انا مش انا اختك برضه بحبيبتك، يعني تروحي تتريشي وتعيشي عيشه كويسه وتشيلينا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، فاكيد مش هتسيبيني لوحدي. مش انا اختك حبيبتك؟ يعني احنا مش من نفس الام بس من نفس الاب، وتربينا في نفس البيت، صح ولا ايه يا حبيبتي؟ لا مش صح يا مروه، تصبحي على خير. الفقريه دي المصحف انت طبيعيه، يخرب بيت فقرك. واضح ان احنا معطلينك او حاجه. لا لا ابدا، ما فيش عطلة ولا حاجه، اتفضل سعد. هو احنا ثانيه واحده اتفضل. شوف كده عادل، مين اللي بيتصل؟ رقم غريب. ده ابو طلال. رد عليه، رد عليه. الو ابو طلال، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لا والله احمد بيه، بس في اجتماع يعني ممكن ساعه كده واخليه يكلم حضرتك. لا البضاعه في ميعادها، في ميعادها هتوصل باذن الله، ما تقلقش. لا مش هينفع بقى تحط الفلوس بقى في البنك القديم. لا لا لا، اصل احمد بيه قطع علاقته بالبنك القديم ويعني مش ناوي يكمل معاه. فال10 مليون حق البضاعه خليهم معاك، احتمال كمان ساعه كده ابعت لك رقم حساب تاني، يعني يا مسهل هنشوف لسه هنشوف. لا حبيبي تأمرني ساعة وخليك أكلمك بإذن الله. بإذن الله. سلام أبو طلال. سلام يا حبيبي. سلام. ده أبو طلال. ماشي. إحنا كنا عايزين نودع عندكم في البنك مبلغ كبير شوية. أوكي تحت أمركم. أنا متأكد إن أنتوا بتقدموا خدمات مصرفية عالية، وخصوصا إن إحنا بنتعامل مع جهات كبيرة في جميع دول العالم يعني. أنا بس يهمني الدقة والسرعة. لا وهم اكيد احمد بيه بيسمعوا عنك طبعا. طبعا غني عن التعريف احمد بيه. شكرا. من ناحية دي اطمن خالص، احنا عندنا افضل نظام مصرفي في مصر كلها. طب ده كويس جدا، دي حاجه تطمن قوي. لا انا متفائل احمد بيه ان البنك ده باذن الله يحوز رضا حضرتك يعني باذن الله. وانا كمان متفائل جدا الحقيقه. ايوه تعال لي حالا عندي دلوقتي. اشربي يا خاله خليله. كوبايه شاي يا ابني الله يرضى عليك. وعندك شاي لخاله خليله. ابوس ايدك. ربنا يسامحك يا متولي، قلبي موجوع عايزه ادعي عليك بس مش هين عليا. سامحيني يا امه، والله العظيم كان غصب عني كده. يا بنات دهون عينيك امك كده، شفت المرمطه اللي انا فيها يا امه؟ والله العظيم انا ما كنتش عايز اركع ايد ورا وايد قدام، هي دي كل المشكله. ليه يا دناي؟ خايفني اعايرك ولا سمعك كلامي زعلك؟ من ايام ما قلت زمان يا متولي حصل ايه؟ يما ما تقطعيش قلبي، انا بس ما كنتش عايز املك يخيب فيا، ما كنتش عايز كل ده يحصل فيك يا اما. هو املي ما خابش يا دنايا، ده انا اتفرمطت وشفت الذل. لا
لا يا امبا مش هتشوفي زول تاني. يلا يلا خلي لو من عيني. يلا قومي على البيت. يلا يلا يلا. ايه يا امبا؟ يا امبا ما تقطعيش قلبي مالك. مش قادرة يا بتولي. كنت فكرة لما اشوفك روحي هترد فيا وقوم اجري زيك. مش قادرة تقولي. امبا ما تقطعيش قلبي. ابوس ايدك يا امبا ما تخلينيش ارجع تاني يا امبا. ترجع فين يا ضنايا؟ انا اتمنى انك جيت ولا عايز تمشي. لا يا بتولي. لا يا بتولي. ابوسي. لا يا امبا. لا يا امبا. لا يا ضنايا. والله العظيم ما اسف. انت ابن عمري. وصاحبي حبيبي واخويا وسندي وعزوتي يا بتولي. حاضر يا امبا والله ما اسف. يلا يلا شد حالك كده واسند عليا ويلا على البيت وارمي الزباله دي يما. اسند تاني يا متولي بعد ايه؟ يلا بقى يما. يلا يلا والله العظيم ننسيكي كل الايام دي. يلا سيبي الزباله دي يما وقومي. حاضر يا خليلة. حاضر يا خليلة. احنا في حاجه ولا ايه؟ انت مش رخصك معاك كله تمام؟ صباح الفل يا فندم. احنا كله سليم وكله تمام. رخصك موجوده بس يعني هو كده في كمين كده على الصبح النشاط ده كله. انت هتعلمنا شغلانه ولا ايه؟ لا فاهم. اتفضل اتفضل اتفضل. العربيه دي بتاعتك؟ لا احنا مأجرينها ودي رخصه العربيه. معاك عقد الايجار؟ هناك هو في المكتب بس احنا كان عندنا مشوار انا واحمد فيعني استعجلنا معلش. العربيه دي متبلغ عنها ان هي مسروقه. مسروقه ازاي يا باشا؟ يا باشا احنا ممكن نتصل بالمعرض وانت تتاكد بنفسك ان احنا مأجرينها منه. احنا هنشوف ده في الاسم. اسم اركلها على جنب. ده ايه المعامله دي على الصبح يا باشا؟ اركلها على جنب. انت ايه اللي خلاك تنسى اصلا الورق العربية؟ معلش على جنب اهو. تليفونك مقفول على طول ليه؟ تقصدي مفيش تليفون؟ البطاريه خلاص شطبت بس ان شاء الله هجيب واحده جديده لما انزل. على فكره سمر انا جايلك النهارده وانا مش مبسوطه كده ومقلقه. ليه؟ بابايا صحي الصبح وبيقولي سالتي على سمر ولا لا؟ قلت له لا. قال لي يبقى لازم تنزلي تروحي لها تزوريها تشوفي عامله ايه. عمي ده شخص محترم قوي على فكرة. هو كمان بيقولك لو احتاجتي أي حاجة لازم تكلميه وأنا عارفة بابايا كويس ما بيهزرش. ربنا يخليك. سوس أنا كمان بقولك كده لو احتاجتي أي حاجة لازم تقوليلي. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه. عارفة والله. مالك بتردي على قد الكلمة ليه؟ فيكي إيه يا سمر؟ سمر أنا ما بحبش أشوفك كده. وبعدين اللي انت عملتيه معايا ده خليكي حد غالي جدا عندي وانا ما ينفعش حد يبقى غالي عندي ومتنكد بالشكل ده. اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده. لا مش اي حد يعمل اللي انت عملتيه. انك تاخدي واحده لا تعرفيها ولا تعرفك ولا عمرك شفتيها وتفضلي مستنيه معاها في المستشفى مستنيه لحد ما باباها يجي وكمان تتبرعي لها بالدم. محدش بقى بيعمل الحاجات دي وده خلاكي السوس. يا شيخة والله انتي مكبرة الموضوع. انا ولا مكبرة موضوع ولا حاجة. بقولك ايه؟ ايه رأيك كده تيجي تقعدي معايا كام يوم؟ ما ينفعش. وبعدين كاميليا مش هتوافق. ما تخافيش انا هكلمها. معلش خليها بعدين. على الاقل الحالة اللي احنا فيها دي تعدي. طب بلاش. انا عندي اقتراح تاني احلى جدا. ايه رأيك السوس تدخل اوضتها وتفتح دولابها وتطلع هدوم وتيجي مع اللول للنادي؟ مش قادرة والله. ايه ده؟ لا مفيش حاجه اسمها مش قادره. والله العظيم يا سمر لو ما قمتي دلوقتي دخلتي الاوضه ولبستي هدومك وجيتي معايا النادي انا مش عارفه اعمل ايه بس اكيد هعمل مشكله. يلا قولي قولي لول. قولي لول. خلاص يا لول. قولي اوكي لول. خلاص يا لول. طيب فهمني يا عم جمال. والله يا كمال انا ما عارف اقول لك ايه. سلا اقدر اقول دلوقتي ان مبلغ المكافاه اللي هتطلع للوالد الله يرحمه نتيجة شغله معانا السنين الطويلة دي بعد مؤقت يعني هتطلع مبلغ مش كبير أوي. أي حاجة يا عم جمال أهو لغاية لما نتصرف بس ونشوف هنعمل إيه. والله أنا ما عارف أقول لك إيه يا بنتي بس كمان يعني أمسكي خلي المبلغ ده معايا. يا نهار أسود أنت بتعمل إيه؟ اسمعي بس والله ما يحصل أبدا. يا عم جمال ده أنا شايلك يا العوزة والتقيلة. أنا متشكرة أوي. عفو حبيبتي. يلا سلام عليكم. مع ألف سلام. بقول لك ايه؟ مش دي بنت عبد العزيز الله يرحمه؟ اه. متجوزه؟ لا ارمله. طب يا اخي ما تتجوزها ينوبك فيها ثواب بدل ما انت قاعد لوحدك كده. اتجننت ولا عبيط ولا ايه بالظبط؟
متجوز ايه؟ دي بتقول لي يا عمي. طب وهي وبعدين يعني هي هتلاقي زيك فين؟ اقول لك ايه؟ ما تشتغلنيش، فرق السن اللي بيني وبينها كبير كبير قوي. ما تفرقش، صدقني انت فرصه بالنسبه لها، فكر بس فكر. لك عندي بشرة كبيرة قوي يا معلم بلح، مش صاحبك وصاحبه اتقفشوا وشكلهم هيشرفوا عندك هنا قريب قوي. بجد أحلى بشرة سمعتها في حياتي. تعرف لو كلامك ده حقيقي لك عندي حلاوة 100 100. حلاوتي يا معلم؟ ده اللحم اتفي من خيرك. ها أي أمر تانية؟ لا استنى، عايز فلوس ماني، هقول لك تروح فين والمين، وهتاخد حلاوتك 100%، وتجيب لي منه المبلغ اللي هقول لك عليه. أوكي شا. تحت امرك يا معلم. روحنا في داهيه يا عم احمد، روحنا في داهيه. بص بقى، خلينا نفكر هنعمل ايه. تفكر ايه؟ ما هم فكروا وعملوا كل حاجه، وزي ما انت شايف. عايزين نشوف نخرج من الورطه دي ازاي. دلوقتي بقت ورطه؟ ما انا قلت لك نشوف اي معرض نضيف ولا نتعامل مع اي ناس نضاف بدل الناس الزباله اللي انت جبتناها لهم ده. يعني انا كنت بشم من ظهر ايديا، اعمل ايه؟ رجلي ودتني المعرض ده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ عايز تليفون. تليفون ازاي؟ اخدوا مننا التليفونات واحنا داخلين، انت نسيت؟ واضح ان احنا متوصى علينا على الاخر يعني. طبعا العربيه المسروقه عربيه الضابط، اكيد طبعا الضابط هيخدم صاحبه فينا. هي الحفله علينا، انا عارف، انا حاسس بكده. حفله النهارده علينا يا اخي. بقى ما تقعدش بقى تندب، لازم نتصرف. اتصرف. صباح الفل يا ست الكل. لا صباح ولا مسا. لا 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 بقى، انت امك تعمل فيا كده وانا اللي فاكراكي حبيبتي؟ لا يا اختي. والله يا خالتي، والله العظيم عاتبتها وقلت لها ما يصحش كده ياما، عيب. دي فضحتنا. معلش حقك عليا. لا حق ولا مستحق. لا ده انا كده اتبحترت كرامتي في الحاره، اعمل ايه يعني هاجر؟ هو احمد مش هنا يا خالتي ولا ايه؟ لا 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 خالص، ما تجيبيش ست احمد خالص. لا انا مش مطمنه. لا ده ابني الوحيد في الزيت كبدي، اجوزه ليكي ازاي وامك مش طايقاه؟ ده هو يا عيني طول الليل يا حبه عيني يقول لي ياما ازاي. انا ما اقدرش اقول لك لا، بس اديكي شايفه امها مش طايقاني. معلش يا خالتي عشان خاطري. لا ده كبير اللي حصل، ده كبير قوي. لا اوعى تفتكر انك هتشتريني بهديه ولا بشال، انا مصممه. والله يا خالتي انا جايه وقلقانه موت. قلقانه من اللي امك عملته؟ لا طبعا، من كاميليا اللي عماله تلف وتدور حوالين احمد، وهو كمان طلع قاعد عندها، شكله كده عايز يرجع الميه لمجاريها. يا لهوي، وانا مستغنيه عن ابني؟ انت عارفه انها كانت مخطوبه قبل جوزها ده واحد اسبوعين ومات. يا نهار اسود. اي والله ده اللي حصل. بتاكل رجالتها بقى يا خالتي. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ واديكي شايفه الواد احمد خيل وجميل وهي حاطه عينها عليه، ازاي الحق الواد منها؟ خلاص يبقى نجوزها. نجوزها؟ نجوزها علشان بقى نقطع الحبال الدايبه دي من اساسها. ونجوزها مين؟ للحاج جمال، اهو طالع نازل عندهم من ساعه ما عبد العزيز مات. هي حبت عين امه، اتخطف، اتخطف وهو صغار. عبد العزيز يا عين الله يرحمه. اهو يلمها. بس مش كبير عليها شوية؟ كبير ده ايه يا خالتي؟ ويعني هي هتتجوز يعني علشان الجواز؟ اهو حد يلمها وخلاص. وما تزعليش مني، اهي ارملة. صدقي يا بنت فكرة. اي والله. خلاص انا هفتحه من بكرة. ايدي على كتفك. لا وانت كمان عليك الباقي. لا ما خلاص، ابوهم مات وانا عمتها، كلمتي سيف على رقبتها. ماشي يا عسل. ماشي تتهني بيهم. الله يخليكي. بقول لك ايه، مش كل مره تيجي شايله وجايبه، انا بتحرج والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حلاوتي يا حلاوتي يا جمالي، حتى لو اسود اسود ابيض جميل. اسمعي بقى اللي بقولك عليه. مامي انا عايزه افهم. عايزه تفهمي ايه؟ بقولك طالما الراجل معاه فلوس طز في اي حاجه بعد كده. اوكي
بس انا مش شايفه اني محتاجه اتجوز. مش شايفه يعني اني واقعه لدرجه اني هترمي تحت رجلي اول ما يقول يلا نتجوز. طب اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه عشان ده مهم جدا. اوكي اتفضلي قولي. سمير متضايق ومش مبسوط. ما كانش فاكر ان انت هتقدري تسيطري على الشركه وتبقي كل في الكل فيها. يعني ايه؟ يعني كل اللي في دماغه دلوقتي ازاي يمكن مروان ويركنك انت عرف. هو في ايه يا ماما؟ انا طول الوقت محتاجه افهم. هتفهمي ايه تاني؟ افهم طبيعه العلاقه بينك وبين انكل سمير. علاقتكم غريبه جدا، مش علاقه اتنين متجوزين عادي. انا حتى ساعات بحس ان هو مش طايقني بس مش عارف يعمل ايه لانه خايف منك. وانت كمان بحس كتير قوي انك قلقانه مني. ليه؟ كان كل واحد فيكم مش مطمن للتاني. ما اخبيش عليكي، انا مش مطمنه وخصوصا الايام دي. خلاص بفهميني بقى الموضوع كله من اوله عشان اعرف افكر واعرف اخد قرار مظبوط. سامح هو اللي باقي لك، وانا عارفه بنتي حبيبتي هتحط خاتم جوه صباح. اوكي بس افهم كل حاجه الاول. هتفهمي كل حاجه في وقتها. سامح اوعى تقولي انك لسه نايم. لا لا خالص مفيش حاجه، انا بس عايزه اشكرك على امبارح. بجد انبسطت قوي لما شفتك امبارح، حسيت ان ليا صديق و